اليوم رح أعلمكم كيف نلغي الكاميرا عن شاشة الآيفون بكل سهولة بطريقة أي شخص بيلقط التليفون إذا فتح الكاميرا بهذه الطريقة ما تفتح معه الكاميرا. كل عليكم بتروحوا على الاختصارات، تحكم التلقائي، بتعملوا إنشاء تحكم تلقائي شخصي، بتنزلوا على فتح تطبيق اللي هي التطبيق، بتحطوا اختيار، بتنقوا الكاميرا، بتحطوا تم، بعدين بتحطوا التالي، بعدين بتحطوا إضافة إجراء، بتكتبوا بالبحث بدء المؤقت، محل الدقيقة بتحطوا لها ثانية، محل الخمسة بتحطوا واحد، بتحطوا التالي، والسؤال قبل التشغيل بتطفوها، عدم السؤال بتحطوا تم. هيك صار عنا إجراء. بعدين بتروحوا على الساعة، تنزلوا لتحت على المؤقت، بتكبسوا على عند انتهاء المؤقت، تنزلوا على الآخر، تكبسوا على إيقاف الموسيقى، تحطوا تعيين. هلأ صار عندكم الكاميرا، أي شخص بده يفتحها من برا ما بتفتح معه لحظه. هلأ أنا عندي هاي الكاميرا، رح أكبس عليها، أنا مش حاط وجهي على الشاشة، فتحت معه ثانية وطفت، ما بتفتح معه، لاحظوا وطفت. هلأ تفتح معي، أنا إذا حطيت وجهي على الشاشة بكل سهولة الكاميرا بتفتح معي. هاي دي الكاميرا، ملاحظين طفت، برجع بعليها هيك فتح الكاميرا نظامي لأنه حطيت وجهي على الفيس اي دي. جربوها، تريك كتير حلوة، خدعة كتير حلوة، بتفيكم كتير اوقات. لا تنسوا اي شخص عنده مشكلة بالايفون يكتب لي بالتعليقات، ان شاء الله باسرع وقت ممكن بحاول رد عليه وحل له مشكلته.